غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. سلام، أهلا وسهلا بك. كنيسة الشهيد ناري قرقس بأسيوط. ألو، كنيسة الشهيد. أنا عاوز إيه بالظبط؟ أنا عاوز إيه بالظبط؟ متأسف، ده رد ده حضرتك؟ أنا بسأل حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. أنت عاوز إيه بالظبط؟ فين أم بطوادرس؟ فين أم بطوادرس؟ فين أم بطوادرس تزغرط؟ فضيحة. قفل التليفون. في رقم تاني، نحاول نجرب الرقم التاني. انت عارف ايه تعبوا منك يا شيخ وسام؟ دي اتقالت حرفيا في منظمة، ممكن اسمعها لكم بعد الصدق وبعد الفضيحة. كان في مناظرة مع القس طفار مشرقي، رأفت مشرقي الشهير باسم طفار، وكان المناظرة في موضوع بولس. فايه كان لسه 12 دقيقة في اخر مداخلة ليه، عمل مزاد الا دون الاتريا. في حد ياخد المايك مني؟ اصل وسام تعبني بصراحة، حد تاني يرد عليه. لو انت عاوزين تسمعوا سمعها لكم بعد الفضيحة النهاردة. ده القس قفل التليفون. كان معانا لواء مباشرة الآن كنيسة الشهيد ماري جرجس بأسيوط. شايفين انتوا ردود الأعباط، كنيسة العطية، كنيسة بالعربي، شيلوه من على صدري لقطعه، من البابا للبواب، شيلوه من على صدري لقطعه، الكنيسة العطية الأرثوذكسية في مصر، شيلوه من على صدري لقطعه، أبو العربي. جاهزين دائما للهروب من الاتصالات. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير. باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.